فأول حاجة رحت فتحت الجواب لقيت الإجابة على كل أسئلتي في ورقة فلسفية. وحياة ربنا ده واحد بيعشقني عشق، عارفة ظبط كل الحاجات، لم كل مش عارف أرصدته في البنوك وحطها في حساب واحد وعمل بيه شيك كتبه باسمي، اللي هو أنا مش هدور وراه حتى ولا هتعب في حاجة ليها علاقة بالتركات ولا الوراثة ولا بتاع. وبيوصيني والأمنيات اللي هو بيتمنها لي وكان طول الوقت الحياة شكلها عكس كده. يعني أنا لما خدت قرار إن أنا أشفت كارير، يعني خلاص أنا كنت خريج كلية تجارة وبشتغل ومحاسب وبتاع، وفجأة أنا بحب السينما وعايز أكمل السينما، فرحت قلت له أنا هدخل معهد سينما من أول وجديد. ده كانت ثورة هستيرية منه، وفي شرع مين هفضل أصرف عليك لغاية ما يبقى عندك 30 سنة ومحسسني إن أنا هفشل فشل زريع، وقعد سنة مقطعني ما بيكلمنيش. وبعدين بقينا الحمد لله إن آخر سنة دي بقينا أصحاب أنا وهو، يعني هو ما كانش عارف يبقى أبويا لأنه مش قادر، هو إتس نوت مش موجود عنده، بس عارف يبقى صاحبي، عرفنا نبقى أصحاب في آخر سنة دي. وعرفت بعد ما مات إن هو كان أسعد واحد بالقرار ده، بس هو لابس لي الوش التاني ده خايف لأكون مش قد المسؤولية دي، وفي نفس الوقت سعيد بجرأتي بإن أنا بعمل كده. بس الحقيقة إن الحاجات دي كلها فضلت، يعني إيه أنا بنفكر أكتر حاجة لما قريت الجواب طبعا، يعني إيه حياتي كان بيجيب آخر طبعًا الدنيا طبعًا منهار طبعًا، بس طبعاً من ورقة، يعني هو ده اللي كان مجنني في الموضوع. أنا من ريحته بالظبط كده، بس يعني في الآخر أنا كنت عايز حبك أنت بس. ودي حاجة بقى بتعلمك أنت بعد كده فكرة إنه والنبي أي حد بيحب أي حد يبين له إنه بيحبه قوي طول الوقت. فأنا فاكر مرة كنت راكب جنبه وعملنا حادثة خفيفة يعني بسيطة كده، فأول حاجة لما اتخبط ما بصش لأي حاجة، بصلي قال لي أنت كويس؟ الله يا حلوة دي طلعت منك من غير ما تقصد، يعني دي أنا عايز مين ده بقى؟ وكانت بقول لك هي علاقة، حتى ده اللي بيخليكي لما بتقعدي تذاكري انك بتفكري كده. ان انا مره عملت عمليه وخارج وانا لسه تحت تاثير البنج، وانا امي بقى ديني ومعبدي وحبيبتي وصاحبتي وعايش معاها، يعني انا مدين لو كنت وصلت لاي حاجه في الدنيا هو انا مدين للست دي. فوانا خارج تحت هلوسه البنج اول حاجه قلتها بابي فين؟ سالت عليه هو ما سالش عليها هي، وانا في البنج وهو كان موجود، فقال لي انا اهو، فرحت ماسك ايده بايسها. فبيحكوا لي ان هو راح داخل البلكونه عيط، ايه ما احنا مش قاعدين على المسرح بقى، تعالى اديكي ميلو دراما يعني. لكن الحقيقه ان انا لو الشغال مش العقل الباطن اللي شغال عقل الوي، انا ما كنتش بمسك ايده وابوسها وهو ما كانش هيعيط. ففي حاجه في العلاقه بتخليك تعيدي التفكير في كل حاجه بعد كده.